هذا صديق ديال الدراسة. اهلا وسهلا سيدي، مرحبا. مرحبا كبير هذا. شرف كبير لنا أن تكونوا معنا اليوم في مؤسستنا وفي أسرتكم المسماة بالحسنية لأساتذة اللغة العربية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنجز المهمات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا ألفا وأهلا بالكرام، سعيا للهمة العليا وتحقيق المرام. بالود والحب الذي ألف بين قلوبنا نحييكم ونحييكم، فأهلا وسهلا بصناع المجد وغارسي وغارسات الفضائل. أهلا بكم أسرة المؤسسة الحسنية لأساتذة اللغة العربية في أكاديمية بحر العطاء ومديرية التفرد والتميز والمثابرة في الأداء. سعداء جدا بكم وبكن، سعداء جدا أيضا من خيراتكم الفعال الفاعل والمتفاعل في هذا اليوم المميز من أيام المؤسسة الحسنية لأساتذة اللغة العربية. وأنا أتمتع وتمتعت معه في لحظاتنا الصعبة. كان رجل، أقول لكم كان رجل، أعصره 10 رجال ولا يعطونكم واحدا، اسمه غاطس محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذا المنبر كنوجه الشكر ديالي للمؤسسة الحسنية لأساتذة اللغة العربية على هذه الالتفاتة الكريمة. كيف جاتك اليوم الفكرة؟ كيف شفنا المشاعر كلها تحققت اليوم؟ يعني حوز الوفاء الإخلاص كل شيء تحقق. قلت في هذه اللحظة كيعجز اللسان عن التعبير. بالفعل لأن كتقضي واحد المدة ديال 33 عام في واحد المجال، وهذا ماشي بالسهل. بين يوم وليلة صافي كتودعوا كتودع واحد الذكريات جميله مع شي اخوان ومع شي اخوات ومع التلامذات، مع التلامذ اللي كنا كنعتبروهم اكثر من الابناء ديالنا، لان داك التلميذ كنعطيو الخاطر اكثر من داك الخاطر اللي كنعطيو لولدنا. يمكن نقول لك انا هنا دوك الابناء ديالي ولا هذا ملي كيوصلوا لديك المرحله ديال السنه الثالثه اعدادي ما كنتش كاع كنراجع معاهم. علاش؟ ما عنديش الخاطر، ولكن مع وليدات الناس ولا هذا كتعطيهم الخاطر. اذا ماشي سهله باش تود هذا الميدان، وخاصه التعليم، خاصه التعليم، لانه بكل شرف بكل اعتزاز وكل افتخار كنقول لهم دائما انا والاستاذ. كما تنشوفوا استاذ اذا جات شي كلمه تحطنا بين التعليم سابقا والتعليم ديال الوقت. التعليم سابقا يمكن نقولوا بان المنظومه خصها اعاده النظر في المنظومه، خاصه في هذه المناهج ديال التعليم ولا هذا، هي اللي مابقاش كتساير روح العصر. وهاد التلميذات راه مظلومين، اللي غادي ندوي انا على التلميذ ولا التلميذه مظلوم في اطار هاد البرامج وهاد المناهج. اذا من هنا من هاد المنبر كننادي باش تعاد فيها النظر. شكرا. يقدم الدروس. السلام عليكم ورحمة الله.
صراحة اللسان يعجز عن وصف الأستاذ، كل كلمة لا تستطيع التعبير عن الأيام التي أمضيناها معه، فهو لم يكن فقط بمثابة أستاذ، بل كان بمثابة أب ثاني لنا. كل كلمة لا تستطيع شكرها وتعبير عن الأيام التي أمضيناها معه لم يبخل ثلاث سنوات بعد لم يبخل ولو ليوم واحد عن تعبير عن حبه لنا وعن تقديم الدروس. فقد كل الكلمات لا تكفي لشكره. أستاذ أجرامي حسان، قضيت 36 سنة في التربية والتعليم كلها في مدينة البيضاء. الفكرة ديال كيف جات انت التكريم ديالك من طرف الجمعية ديال الحسنية ديال مبادرة حميدة وسنة حميدة نتمنى أن تدوم وأن لا تقتصر على أسئلة اللغة العربية، أن يحدو حدوها باقي الأساتذة في جميع المواد جميع التخصصات. بغي أن تكون لهم جمعية وأن يكون هناك فيدرالية مع جميع التخصصات لكي تقوم بهذه المبادرة الحميدة التي نتشوق إليها ونفتقدها في حياتنا. أستاذ يمكن خلال التدخل ديال القاعة شفنا واحد اللغة سليمة للشوائب، يعني لغة الدار على القواعد ديالها، وهذا اللي ما بقاش نلبسوه في الأساسية ديال هذه الجيل. الحمد لله الحمد والشكر لله للأساتذة الذين درست على أيديهم، كانوا من خيرة الأساتذة، علموني الكثير من الأشياء، أدين لهم بكل شيء، أنا مدين لهم بحياتي بكل ما أملك، بالإضافة إلى شخصيتي، أحب لغة الدار وأعشقها، أحفظ أكثر من 1000 بيت شعري وأردده على تلامذتي. شوقي أحمد شوقي يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وتواني، فاعمل لنفسك قبل موت ذكرها، قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. رسالتك لهذا الأجيال الأجيال ديال اللغة الضاد اللي تزال دابا تيكون يهضر معاك ويخليك بعض الكلمات. رسالتي إلى الجميع هو أن يكون الإنسان متواضعا، يتقبل، يبحث، يستشير، يناقش ويستجيب، ألا يدعي بأنه يعلم كل شيء. الأشياء المهمة التي تعلمتها: قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الإنسان يتعلم منذ ولادته إلى أن يفارق الحياة، إلى أن يفارق الحياة، من المهد إلى اللحد. الإنسان يتعلم دائما من المهد إلى اللحد. تعلم الجيل ديال دابا تشد الوظيفه الانسان، يعني لا وصلت الحلقة. وصلت الانسان دائما يتعلم الى ان يموت. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل. شكرا جزيلا لك ايضا، بارك الله فيك واصلحك ووفقك وسدد خطاك. الاخير تتقدم واحد السنين ديال العمل وديال المثابره، وفي الاخير تتصيفط لك الدوله كلمة يشطب عليكم من الوظيفة العمومية. أصعب كلمة تسمعها، أي أصعب كلمة غادي يسمعها أي موظف لطول العمل ديالو 35 عام ولا 40 عام هو خدام. أقول هي ليست أما فقط، بل هي السند والجبل الذي أتكئ عليه في زمن اختلطت فيه القيم والمفاهيم وتشابكت فيه الطرق والسبل. إنها الرأس الذي كان ولا يزال يضيء للطريق نحو الأجمل والأسمى. السلام عليكم، الاسم أستاذة خويلي خديجة. اليوم كان لي شرف أنني حظيت بالتكريم من طرف الجمعية الحسنية لأساتذة اللغة العربية بالنيابة الحي الحسني. حقيقة هو تشريف أسعدني كثيرا وأفرحني كثيرا، وفي نفس الوقت ألمني، نظرا لأنني ربما بصدد قطع علاقة مع مجال طالما قضيت فيه عمرا مديدا نيف على
الثلاثين سنة قضيتها مع تلامذة بالفعل كانوا بالنسبة لي والله يشهد كانوا بالنسبة لي أبناء أعزاء. حلت على التقاعد النسبي وحلت باختيار مني بطبيعة الحال، بطبيعة الحال كان اختيار شخصي بطبيعة الحال. أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء هذه الجمعية على هذه المبادرة الطيبة اللي قاموا بها تجاهنا، على هذه الالتفات الجميلة والاعتراف منهم. لهم مني أطيب المتمنيات وأجمل التحايا. ربما الفكرة التي تجول وربما غتكون حصريه بالنسبه لكم نتوما، ما بقي الله ناقشتها مع راسي انا ومع وليداتي. اللي كيدور في راسي بعد واحد الفتره ديال الاستراحه، وبطبيعه الحال استراحه محارب، افكر في ان ناخذ واحد التكوين صغير مبسط حول الكوتشينغ، نبقى شي شويه قريبه من التلاميذ، نتعرف على هذا المجال ايضا، ناخذ كما قلت شي شويه ديال التكوين، في انا عندي ديجا عندي فيه تكوين ولكن ما كافيش، ربما يتيح لي فرصه انني نبقى بالقرب شي شويه مع التلاميذ. الكوتشين غنبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء والله، بالنسبه لان علاش ربما والله على ما اقول شاهد، كان بالنسبه لي دائما التلاميذ كانوا بالنسبه لي شي حاجه اللي هي مقدسه، والله كنت كنبغيهم زعما بصراحه، والكل كيشهد بهذه المساله. يلا شكرا جزيلا. بدايه تحيه خالصه لجمعيه الحسنيه للغه العربيه على دأبها الجميل في ترسيخ ثقافه الاعتراف والاحتفاء باهل اللغه العربيه وبرجال التعليم عموما. عشنا أمسية حميمية جدا فيها مشاعر المحبة، مشاعر الوفاء، مشاعر الإخلاص، والأهم من هذا مشاعر الاعتراف بأناس قدموا الكثير لهذه المهنة وترسخوا في الأسرة التعليمية بشكل بارز، وكانوا نعم القدوة ونعم المسار. نحيي الجمعية مرة أخرى، وأحيي الأستاذ غاطيس، الأستاذ أجرامي، الأستاذ خديجة على وصولهم إلى نهاية المشوار التعليمي وبداية المشوار الحياتي. أتمنى لهم حياة هنيئة، وأهم نصيحة أقدمها ألا يعتبروا أنفسهم دخلوا لمرحلة التقاعد، بل دخلوا لمرحلة العمر الذهبي كما يسميه الناس الذين يتقنون هذه المرحلة. شكرا لكم. معك أستاذ علي محمد منير، رئيس المؤسسة الحسنية لأساتذة اللغة العربية. نلتقي اليوم لنحتفل ونحتفي بثلاثة أساتذة كرام، بثلاثة أساتذة أفاضل كرسوا حياتهم لخدمة منظومة التربية والتعليم، هو الأستاذ محمد غاطيس، الأستاذ حسن أجرامي، الأستاذ خديجة خويلي. هذا النشاط جاء تكريسا لثقافة الاعتراف على ما أسدوه هؤلاء الأساتذة من خدمات لصالح الناشئة، لصالح المؤسسات التعليمية التي عملوا فيها، وكانوا لله الحمد مثال يحتذى بهم في الانضباط، في العفوية، في الابتسامة، في بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة هؤلاء التلاميذ والتلميذات. وكان لابد لنا من وقفة ولنعترف لهم بالمجهودات التي قدموها لنا وللأجيال السابقة. كان لابد من أن نكرس لهم ثقافة الاعتراف وأن نعترف لهم بكل الخدمات الجليلة التي أسدوها لمنظومة التربية والتعليم. المشاعر شنو يعني؟ البكا، الحزن، الضحك، كل شيء شنو؟ كيفاش جاتك هذيك اللحظات الحميميه؟ هذا هو الهدف اللي بغينا احنا من هذا النشاط، هذا لان النشاط كان عفوي، النشاط كان الغرض منه هو التكريم، كان الحمد لله القلوب كلها جياشه، كانت المشاعر جياشه، كان الاساتذه هضروا بتلقائيه، لاحظنا بان كانوا اباء، كانوا تلاميذ، كانوا رؤساء المدراء ديال مجموعه من المؤسسات. كما قلتي سي عبد الرزاق ان كان سي عبد القادر، كان البكاء، كانت الفرحه، كانت المحبه، كانت الابوه، كانت الامومه، جميع المشاعر النبيله كلها انصهرت في البوتقه ديال هذا الحفل التكريمي اللي قلنا انه جاء تكريسا لثقافه الاعتراف لهذا الساده الاساتذه. ولها على حال شاب، اين الملوك ذو التيجان من يمن، واين منهم اكاليل وتيجان؟